أعزائي طلبة المرحلة الرابعة، السلام عليكم. عند أكمالنا ما هو الإصابة وما هو الإظهار، يمكن إجراء مقارنة بسيطة ما بين المفهومين. يعرف الذهان سايكوسيس بأنه عرض لأمراض نفسية وليست مرضا بحد ذاته، فهو يدل على فقدان الاتصال بالواقع، ويمتلك الذهان سمات عدة منها الهلوسة والأوهام. أما الإعصاب نيوروسيس فهو يتسم بالقلق والاكتئاب وغيرهما من مشاعر التعاسة والحزن غير المتوافقة مع ظروف حياة الشخص الحالية، ويرتبط الإعصاب بأمراض بسيطة مقارنة بأمراض الذهان. فمن ضمن ما يسببه الإعصاب من حالات هناك اضطرابات نفسية وجسدية، غير أن المصاب يبقى على اتصال بالواقع، وهذا بعكس مصابي الذهان الذين يفقدون الاتصال بالواقع. بعض الفروقات الأخرى بين الذهان والعصاب: يسبب الذهان تغيرا في الشخصية كاملة، أما العصاب فيؤدي إلى تغيير في جزء منها. فالعصاب يعد رد فعل جزئيا، بينما يعد الذهان رد فعل كاملا. لدى مصابي الذهان يختفي التواصل مع الواقع ويتغير تماما، أما التواصل مع الواقع لدى مصابي الإعصاب فيبقى سليما، غير أنه قد يحدث له تغير كمي، فواقعيتهم في واقعيتهم وفطنتهم لا تختلف عن غيرهم من أفراد المجتمع. التغيرات في الواقع لدى مصابي الذهان تحدث جزئيا من خلال الإسقاط. فعلى سبيل المثال، يعتقد المصابون بأن هناك من يتابعهم باستمرار، ويذكر أن الإسقاط من هذا النوع غالبا ما ينجم عن الشعور بالذنب ويكون غير منطقي أو غير موضوعي، وهو لا يحدث لدى المرضى العصاب. لا تتأثر اللغة لدى مصابي العصاب، بينما لدى مصابي الذهان غالبا ما تخضع للتشويه الإجمالي. تنجم بعض حالات الذهان عن أسباب عضوية في المقام الأول، وحتى إن كان الذهان وظيفيا فإن العوامل العضوية تدخل في مسبباته، غير أنه من ناحية أخرى يكون السبب الغائب لدى مصابي عصاب اجتماعيا. ولذلك فيعرف مصاب العصاب بأنه سلوك مصاب بانحراف سلوكي عن المعايير المقبولة في ثقافته بسبب القلق الذي يجعله يشعر بالوحدة ونقصان الشأن. فيما يتعلق بالسلوك العام، فإن عمليات التعبير والفكر تكون متماسكة ومنطقية لدى مصابي الأعصاب، كما أن الأوهام والهلوسة تكون قليلة أو معدومة لديهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.